أنا اسمي هبة العالم، عمري 28 سنة، عراقية مولودة في الأردن. انتقلت على مصر صار لي سنة ونص. أنا من عمري 5 سنين بمارس الفن. جيت على مصر، انتقلت مع زوجي هون شغله. فبعديها يعني كنت شوي بحالة كآبة وغربة وهيك. والدتي هي اللي بترسم، هي اللي عندها الموهبة الأساسية، ف يعني هي اللي معلماني الرسم، اللي مشجعاني رسمها أحسن مني. فصارت تحكي لي هبة ارسمي على زجاج، تجهي للزجاج، انه بقى يعني اللوحات والحاجات هاي مملة. فبدأت والله جبت ألوان وهيك، بدأت طلع عندي شغل كتير حلو. أسست الصفحة تاعتي على الفيسبوك، بدو صرت أشوف فولوورز، يعني تشجيع من الناس، يعجبهم شغلي، يحبوا إنه إن حاجة جديدة، إنه رسم على الزجاج حاجة مميزة، إنه يجوا ضيوف يلاقوا إنه آيات قرآنية رسم هاي. فلما نزلت المجز اللي عليها وجوه يعني لقيت إقبال فظيع، يعني الحمد لله إنه الناس كتير حبت هاي الفكرة. لما كنت يعني أرسم، شعور الغربة يعني صار يتلاشى شوي شوي، صرت أحس إنه أنا عم بنجز، عم بطلع منه، لحد ما بقيت حاسة إنه مصر بلدي يعني.